لحد اليوم وعلى الورق قوائم الإطار التنسيقي اللي تتكون من 12 قائمة رسمية وأخرى بالظل، هاي القوائم فازت بالانتخابات تصوب على الأغلبية بسبع محافظات، يعني نصف مقاعد مجالس المحافظات زائد واحد. النظام الديمقراطي في العراق مبني على أساس إيجاد تحالفات لما بعد الانتخابات. زين. سواء في البرلمان السيد أياد علاوي 91 مقعد مقابل المالك 89، وتم تحالف ما بعد الانتخابات، وهكذا في كل دورة برلمانية أو مجالس محافظات. فالمعيار هو لما بعد الانتخابات. السوداني الآن أصبح رقم سياسي صعب يقلق كثير من الزعامات الإطار. زين. وهذا هو العمل السياسي، لكن أنا أجزم أنه أي طرف سياسي يأتي بأغلبية مطلقة ويبقى ثابت عليها لا يستطيع الإطار ولا غير الإطار أن يغير هذه الأغلبية. الديمقراطية تحترم الأصوات الناخبين. راح تقول لي التحالفات، أنا ما أعترض على التحالفات. بالتحالفات بالنتيجة النهائية، وتقول أنه اللي يشكل أغلبية. طيب ما هذا محافظ البصرة ما محتاج الأغلبية، تخلونا تحترمون القرار الأغلبية بأنه يشكل حكومة الوحدة. قيادة الحزب تكون مشاركة بصفاتها التمثيلية مو خارج المنظومة الحاكمة كلها. هو الظاهر هذا المشكلة الأساسية، لأن أكو قيادات جاي تبرز عندنا على أساس المنجز، مو على أساس عناوين وعلاقات ورمزيات بدت هي تخلق نفسها. لو صار لي عندي منصب رئيس وزراء، لو عنده كاريزما دينية، لو عنده عنوان جهادي، لو هذه العناوين اللي موجودة الآن بهذه القيادات. بس أنت سأل السؤال، شنو الفائدة بالمجالس المحافظة؟ أي. فلوس، لأنه اليوم المعيار هي خدمة الناس. يعني أسألك سؤال اليوم، يعني اليوم المعيار خدمة الناس؟ إذا أنا أروح للكوت أشوف الكوت مثلاً بها خدمات، وهذا شغل المحافظ، يعني بالذات هذا شغل المحافظ.